هذا سائل يقول: قال الشارح رحمه الله: الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول والاعتقاد، ألا يشمل الغلو بالفعل؟ نعم. يقول: ألا يشمل الغلو بالفعل؟ لا، بالفعل، بالعبادة. اللي قال أنا أصوم ولا أفطر هذا غلو في العبادة، وبالفعل أيضا، فهو يشمل الغلو في الشخص، الغلو في العبادة، الغلو في الرسل. نعم.